إذن حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأكيد مع ثاني فقراتنا وضيف مميز من محافظة الجبيل، حيث أقامت عددا من الشركات في الجبيل فعالية اسمها بيئة بلا نفايات. طبعا هذه الفعالية افتتحها رئيس الهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح العتيبي، كاميرا صباح الرياضية كانت متواجدة في الموقع وعملنا هذا التقرير، خلونا نشاهده معكم وراجعين. افتتح الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور مصلح العتيبي عصر أمس الأحد حملة بيئة بلا نفايات والمعرض المصاحب لها في مركز المعرفة والإبداع بالفناتير بالجبيل الصناعية، والذي تنظمه عدد من الشركات الكبرى بالجبيل. وفور وصول الرئيس التنفيذي لمقر الاحتفال قص شريط الافتتاح، ومن ثم تجول في جميع أرجاء المعرض وأبدى إعجابه بجميع الأركان والمشاركات من قبل الجهات والشركات في المعرض، ليختتم الاحتفال بتكريم الرعاة والداعمين، ومن ثم كرمت اللجنة المنظمة المراكز الفائزة الأولى بمسابقة الفيديو. الحمد لله، الفرق حقيقة تعمل من فترة طويلة على عدد من البرامج. الهدف الأساسي حقيقة في النهاية هي التوعية، وأيضا عمل بعض الأعمال الميدانية الذي يستطيعون من خلالها رفع حقيقة بعض المخلفات، وأيضا مشاركة الجيل ومشاركة الشباب والأطفال في هذا العمل، مما يزرع حقيقة في أنفس هؤلاء هذه حقيقة السلوكية المميزة اللي نتمنى أن تستمر معهم على المدار البعيد سواء في البر أو في البحر. وأنا حقيقة أشكر لهم جميعا هذه المشاركة. والله الحمد لله، يعني على حجم صغر المعرض لكن رسالته واضحة وبينة، يعني العبرة ليست بحجم المعرض وكبره، لكن رأيت حقيقة في الناس تفاعل كبير جدا، محاولة لكل منهم أن يوصل رسالته، سواء الشركات التي تعمل الريسايكل أو الأخوة اللي هم مشاركين في التوعية البيئية. المشاركة هي عبارة عن جانب مادي دعم للبرنامج بشكل عام، وكذلك مشاركة سواء بواسطة الموظفين في المشاركة في نظافة المدينة سواء المناطق أو الأحياء أو الشطآن، وكذلك حث الموظفين وأبناء الموظفين للمشاركة سواء داخل الفعاليات في البرنامج أو حتى في خلال البرامج الميدانية العامة لهذا اليوم ويوم غد والأيام الأخرى طيلة الأسبوع حسب البرنامج المعد. وفي الواقع لها آثار إيجابية على المستوى القصير المدى والبعيد المدى. فقصير المدى هي نوع من معالجة بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها بعض الأشخاص في تلويث الشواطئ والأحياء، والجانب المهم هو أيضا تربية النشء أبناء المدارس، والبرنامج يستهدف أبناء المدارس بشكل كبير وكذلك جميع العاملين. فالقضية هي قضية تثقيفية وتصحيحية في نفس الوقت، فالبرنامج لا شك له آثار إيجابية كبيرة جدا. البيئة هي جزء من حياتنا، فأي شيء يرتبط بالبيئة أكيد بيأثر على حياة الفرد والمجتمع، ومن هنا تأتي الأهمية الواحد يهتم بالبيئة والبرامج اللي تساعد على الاهتمام بالبيئة، وتبدأ من الجيل الأول. عشان كده تحصل الترتيب أو التوجه الحين أنه نبدأ في توعية الشباب من صغر سنهم، بحيث أنه يعرفوا أن هذه البيئة هي بيتهم على قولهم، بس بحجم كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اول ما بدت الحملة افتتحناها، جينا مجموعة من الطيارين ركبنا بنرات. البنرات تعكس الفكرة للحملة من كلام توعوي ومن لوجوز حقت الشركات. طرنا فيها خلال يعني مدة تقريبا ساعتين حول الجبيل، سمة الجبيل. وبعدها سوينا جمعنا كل الطيارين وخلينا صوره جماعيه مع الجروب ومع المعدات اللي عندنا. طبعا الوضع يعني النظافه، وضع النظافه في البيئه من فوق يختلف عن لما تكون من تحت، فكان من الجيد جدا ان يكون تصوير من الاعلى نعكس اول شيء نظافه المنطقه اللي احنا فيها، نوري الناس كيف ان المنطقه اللي صارت نظيفه حتى من فوق ومن تحت كيف تكون جميله. طبعا الناس في العاده يحبون الطيران، من طبيعه الناس يحبون الطيران، فاحنا ربطنا الطيران بالنظافه، واللي عكس طبعا دور جيد للحمله. كانت مشاركتي للمحافظه على البيئه
يعني ركزنا على توجيه رسالة بسيطة اللي هي إيش محافظة على البيئة بطريقة يعني تكون يعني سهلة الاستيعاب. حاولنا نختصر الفيديو بشكل جميل بحيث أنه ما يكون ممل وما يكون ذا، ونفس الوقت أهم شيء التوعية هو الأهم في الفيديو هذا.